سائل يقول: نحن نعيش في بلاد الكفر، وهناك بعض الإخوة يلقون الدروس، لم يأخذوا العلم عن العلماء مباشرة ولكن عن طريق الأشرطة والكتب، فهل يشترط تزكية لهؤلاء ليقيم علمهم أم لا يحتاجون إلى ذلك وهم سلفيون ولله الحمد؟ الحقيقة من وصل إليه علم بأي وسيلة من الوسائل وأتقنه فيؤخذ عنه العلم ويتعلم منه، فهذه الوسائل رحمة في هذا الزمن لقوم لا يستطيعون أن يصلوا إلى مشايخ العلم مثلا كمن هو في بلاد الكفر النائية، فإذا قرأوا كتب أهل العلم سمعوا أشرطتهم ومنشوراتهم استفادوا منها، وما أشكل عليهم اتصلوا بأهل العلم ليستوضحوا ما أشكل عليهم، فهؤلاء يؤخذ عنهم العلم ما دام أنهم أتقنوا وأحسنوا ما وصل إليهم سواء من المسموع أو من المقروء، ولا حرج عليهم.